شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير وصحه وعافيه. صدق مره مشتاق لكم ومره مشتاق اطبخ معكم بعد غيبه. اليوم يقولون من طول الغيبات جاب الغنايم. اليوم ان شاء الله بطبخ لكم كبسه بقدر اديسون الكهربائي الجديد. طبعا المطور عندي ستيل هنا. شوفوا هذا القدر اخذته اول ما فتحته من الكرتون. تجي الشغلات هذه معه، ملعقتين، وعندي هنا هذه تقدرون تطبخون فيها البخار، وهنا عندي كوب تقدرون تستخدمون الأرز، وهذه الشغلات تجي شيء للحمص وهنا شيء للإدامات أو المرق. فاليوم إن شاء الله بسوي معاكم كبسة بطريقة مرة سهلة ولذيذة وإن شاء الله تعجبكم. يلا خلونا نشوف الطريقة سوا. طبعا اليوم طبختي بسويها بالقدر. ليه؟ لان عليه خصم وباقي على الخصم تقريبا 4 أيام إلى 5 أيام، يعني تقدرون تلحقون على الخصم 50%. وشوفوا هذا الشكل الجديد للقدر، والحلو انه ستيل. فعلى طول هنا بسوي بحط اختيار الدجاج. هنا شوفوا عندي هذا الدجاج، وفي انواع واشكال تقدرون تطبخون فيه. اخلي القدر لين يحمى عندي، بس اول شيء بأحط هنا عندي زيت زيتون وخليه يحمى شوي. أول ما يحمى عندي القدر بحط البصل والشغلات ونحمسهم سوا بإذن الله. طبعا صراحة مميزات القدر مرة حلوة وأنا أحبها وأرتاح أطبخ فيه مرة كثير. تقدرون تطبخون ورق العنب، الحاشي، اللحم، الغنم، السمك، الجريش، المرقوق، أنواع وأشكال، تنوعون بالطبخات. شوفوا أنا عندي حمى هنا الزيت، على طول هنا عندي بسم الله بضيف البصل والثوم، هذا احطهم واحمسهم سوا. وعندي بنفس الوقت بهارات حب، احمسهم مره كويس لين ما يتغير لون البصل ويتكرملون مره كويس عندي. بعدها بضيف عليهم المعجون ان شاء الله. بعطيكم الطبخه بالتفاصيل. شوفوا هنا انا مره حمست البصل لين ما تكرمل عندي. هنا عندي علبة كاملة معجون طماط بأضيفها وأحمسهم شوي كذا حمسة مرة بسيطة ياخذون النكهة. بعدها وش بسوي؟ على طول عندي هنا الدجاج منظف ومغسل كويس، بأضيفه. شوفوا القدر تقريبا عندي 5 لتر. شوفوا كم راح ياخذ دجاجة، دجاجتين. عندي الدجاج منظف ومغسل مرة كويس، أحطه وبحمسهم مرة كويس مع معجون الطماط والبصل المكرمل. أحمس الدجاج شوي، بعدها بضيف عليهم البهارات الناعمة. حبيت أعطيكم فكرة. شوف اختيار الدجاج لا تختارونه مثلا بداية الطبخة. في اختيار هنا اللي هو التشويح، تختارونه أول شيء تحمسون الدجاج، تحمسون البصل لين يتكرمل عندكم مع البهارات. شوفوا انا الان عندي هنا مجموعه من البهارات مشكله والملح. بسم الله بضيفهم للدجاج، احمسهم شوي كذا مع الدجاج. شوفوا كيف انا ابغى احمس الدجاج مره كويس مع جهه الجلد لين يعطيني كذا لون. الان حمستهم مره كويس، عندي المويه بسم الله بضيفها على الدجاج واسكر الدجاج واحط اختيار الدجاج، اسكر القدر واحط اختيار الدجاج واخلي الدجاج يطبخ. خلاص الان بعد ما شوحتهم وحطيت المويه سويت ضبط مره ثانيه، احط اختيار الدجاج هنا، اسكر القدر بسم الله واسكره كذا خلاص. اهم شيء تسكرون صمام الهواء، تخلون الطبخه تجهز، يطبخ عندكم الدجاج، تروحون تقدرون تخلصون شغلكم، ما تخافون على طبختكم لا تحترق ولا شيء. يعني ان شاء الله انها امان على طبختكم بعد الله. تطبخون تحطون الطبخه، تقدرون تروحون تخلصون شغلكم، حتى تقدرون تحطون اغراض الطبخه جوات القدر، تروحون للدوام تخلون القدر يطبخ بعد 6 ساعات. ترجعون بعد 6 ساعات من الدوام او الوقت اللي تداومون فيه، ترجعون تحصلون طبختكم تكون جاهزه. السهل شيء امان ان شاء الله. بعد يعني كمثال الان انا بجهز عشاي، اروح اجلس اتقهوى
انبسط، وبعدها ارجع طلع الدجاج نضيف الرز ونطبخ الرز. طبعا الدجاج تقدرون تكبسونها كبسة وتقدرون تطلعون الدجاج كمثال تحمرونه بالفرن. انا اليوم ان شاء الله بطلع الدجاج واحمره بالفرن ونطبخ الرز. شوفوا هنا انا عندي خلص هنا الوقت على طول، اول ما يخلص عندي الوقت ينحط القدر لحاله تلقائيا على وضع التسخين عشان مثلا ما يبرد عندكم الاكل. انا كذا الان اسوي الغاء، اول ما اسوي الغاء القدر ما راح يفتح معي عشان انها امن. فاول شيء عشان افتح القدر لازم بسم الله افتح صمام الهواء، بعدها يفتح القدر معي. طبعا انا فرغت الهواء قبل بوقت. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله. ايش بسوي؟ بطلع الدجاج وباخذه احمره بالفرن. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا بعد ما اخذت الدجاج عشان احمره، انا هنا عندي بسم الله الرز. طبعا الرز اللي عندي مغسول ومنقوع، رز امريكي. احط هذا شوي الان، بس خلوني الان بعد ما حطيت الرز بسم الله نضيف المويه ونوزنهم مره كويس. شوفوا كيف خلاص. طبعا الرز مره حلو بالقدر هذا انه ما ياخذ وقت. نحط اختيار الرز 12 دقيقه ان شاء الله والرز يكون جاهز عندنا. طبعا الرز راح اسويه يكون عندي احمر. شوفوا كيف الان وزنيه المويه مره كويس للرز. بسكر القدر واحط اختيار الرز ويكون عندنا جاهز باذن الله. شوفوا هنا بعد ما حطيت الرز خلاص بسم الله نسكر القدر. اول شيء بسويه على طول نحط اختيار الرز ونسوي بسم الله هنا تشغيل. خلاص اشتغل عندنا تقريبا 12 دقيقه ان شاء الله يكون الرز جاهز عندنا. ولا تنسون تسكرون صمام الهواء اللي بالقدر. بعد 12 دقيقة إن شاء الله نرجع لكم يكون عندنا الرز جاهز. سلام. مع الرز الأحمر راح يكون ويتزين إن شاء الله تبارك الله. طبعا شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله بعد ما خلص عندنا الرز. طبعا ده الرز رز أمريكي مو برز بشاور علشان يجينا ثري. عرفتوا الرز نفس تقريبا الرز المصري لما نسويه كيف يكون؟ هذا هو الرز الامريكي. تعرفون الكبسه الحمراء اللي كذا مع السلطه والزبادي هذه. طبعا انا بحط الرز واحط الدجاج وازينها وارجع لكم ان شاء الله. ان شاء الله تبارك الله. شوف الرز. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله. كذا بعد ما حطيت الدجاج وزينتهم كذا نقدمهم واقدر اقول بسم الله وعلينا وعليكم بالف عافيه. ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك. طبعا هالكبسه هذه اذا سويتوها في الرز الامريكي لازم يكون عندكم سلطه زبادي وشطه وليمون. شوف انا لاني احب الليمون فكثرته. شوف ما شاء الله تبارك الله. طبعا كذا شوفوا ما شاء الله تبارك الله. كذا نقدر نقدمها واجربها معاكم. ناخذ قطعه من الدجاج.